قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. روي أباظة، فنانة ظهرت في العصر الذهبي للفن المصري وقدرت إنها تظهر موهبتها الكبيرة برغم عدم استمرارها فيه. من أول ظهورها في عالم الأضواء وانتشرت حواليها الإشاعات والأخبار الغير صحيحة، واللي هنقولها لحضراتكم في حلقة النهاردة. مين هي الفنانة الجميلة روي أباظة وإيه هي مسيرتها الفنية؟ كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في حلقة النهاردة، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. روية زكي أباظة هو اسمها بالكامل، من مواليد محافظة الإسكندرية. اتولدت يوم 27 يونيو سنة 1939. كانت هي وأسرتها بعيدة جدا عن الفن، وما كانتش متخيلة إنها تشترك في أهم الأعمال السينمائية والتلفزيونية. من اسمها روية أباظة أكيد كان أي شخص يقول إنها من عيلة أباظة، أو بالتحديد أخت الفنان رشدي أباظة، وده مش صحيح وبعيد تماما عن المصداقية، لأنها من مواليد إسكندرية وعيلتها ما فيهاش أي شخص عمل بالفن. وده اللي صرحته الفنانة روية بنفسها، وقالت إنه مجرد تشابه أسماء بينها وبين الفنان المحبوب رشدي أباظة. دخلت الفنانة روي أباظة كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة الأسكندرية، وكانت مهتمة جدا بدراستها، بس اللي حصل بعد كده كان عكس التوقعات وتوقعها هي كمان. واللي حصل إنها بالصدفة دخلت مسرح الجامعة ولقيت نفسها بتنجذب للتمثيل والبروفات والعروض، لحد ما بقت واحدة من نجوم المسرح الجامعي، وده أثر شوية على مسيرتها الدراسية، وبدأت تأجل دخول الامتحان لحد ما اتخرجت من الكلية بعد ما بقت نجمة فنية. قدمت الفنانة روي أباظة على مسرح الجامعة أعمال مسرحية مشهورة ومعروفة من الأدب العالمي والأدب العربي، ومن المسرحيات اللي قدمتها عنتر، غرفة للإيجار، القاهرة 80، وقدمت خلال الفترة دي دور صغير في فيلم مذكرات تلميذة. بعد ما اتخرجت من كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية اتعينت في الرقابة بالإذاعة والتلفزيون، ووقتها اهتمت بعملها الجديد وبعدت شوية عن تقديم الأعمال المسرحية، بس في نفس الوقت قدرت إنها تحصل على خبرة كبيرة. المخرج حمادة عبد الرحمن كان ليه رأي تاني بخصوص الفنانة روي أباظة، فشاف وجودها في الأعمال الإدارية ظلم كبير ليها، لأنها بتتمتع بموهبة مميزة جدا، وفعلا قدمها في أول عمل درامي تقدمه وهو مسلسل ملك اليانصيب. تعتبر الفنانة روي أباظة فنانة درامية مميزة جدا، لأنها قدمت خلال مشوارها الفني أعمال درامية كتيرة بالمقارنة بالأعمال السينمائية اللي قدمتها، وأشهرها مسلسل ليالي الحلمية اللي كانت محظوظة جدا بتقديم المسلسل من الجزء الأول لحد الجزء الخامس في دور أم راشد. برغم تقديمها لأعمال درامية ناجحة ومميزة، إلا إن ما ينفعش نتكلم عن الفنانة روية من غير ما نتكلم عن فيلم وراء الشمس، الفيلم السياسي الممنوع من العرض واللي بيتكلم عن أهم الأحداث السياسية اللي مرت بيها مصر في فترة الستينات من القرن اللي فات. ومن الأعمال التانية اللي قدمتها الفنانة روية أباظة مسلسل لما الثعلب فات، مسلسل علية الدغري، فيلم اللعبة الأخيرة. بصراحة مشوار الفنانة روية أباظة يعتبر غريب نوعا ما، لأنه قصير وطويل في نفس الوقت، وده لأنها في الوسط الفني لأكتر من 40 سنة وما قدمتش غير حوالي 55 عمل فني بس. وكمان مشوارها الفني مليان بالقرارات الغريبة، ففي عز شهرتها في الوسط الفني قررت الفنانة روية تعتزل الفن لأسباب غير واضحة. ففي أخبار قالت إنها كانت مهتمة بتحقيق نجاح مهني بعيد عن الفن، وفي أخبار قالت إن الأعمال اللي كانت بتقدمها قليلة. فاعتزلت الفنانة روية الفن واتجهت للشغل في سلسلة فنادق عالمية، وقدرت إنها تبقى مسؤولة عن الفنادق دي في وقت قصير، بس بعد كده قررت إنها ترجع للتمثيل برضو لأسباب غير معروفة، وقدمت أعمال قليلة جدا في بداية الألفية الجديدة، وبعدها قررت إنها تعتزل الفن نهائي وتبعد تماما عن العالم اللي اختارته بإرادتها وهي لسه طالبة في كلية الأداب. يا ترى برأيكم ليه الفنانة روية أباظة اعتزلت الفن في عز شهرتها، وليه قررت إنها ترجع تاني بعد النجاح اللي حققته في شغلها بره التمثيل؟ هنستنى تقولوا لنا رأيكم.